مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون. من المواقع المحلية، الحوثيون يعتقلون رجلا عمره 75 عاما في القبيطة بلحج. من الصحافة العربية، تتحدث عن الضحية رقم 105 في قائمة الأطباء اليمنيين الذين ماتوا بفيروس كورونا. البي بي سي: ترامب يخطط لإعلان الفوز قبل الفرز النهائي للأصوات. نبدأ من أكثر الأخبار تداولاً في المواقع الإخبارية، حيث تصدر المواقع خبر وفاة أستاذ جامعي بعد خروجه من معتقل الحوثيين. ونطالع من موقع المصدر أونلاين: وفاة أستاذ جامعي في صنعاء بعد 25 يوماً على إطلاق سراحه من سجون الحوثيين. توفي عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة صنعاء الدكتور عدنان الشرجبي في المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيا الحوثي قد قامت باعتقال الدكتور عدنان الشرجبي في 9 سبتمبر قرب حرم جامعة صنعاء، وأطلق سراحه في 6 أكتوبر وهو بحالة صحية سيئة. وبحسب مصدر أكاديمي، فقد كان أستاذ علم النفس في الجامعة يعاني من أمراض مزمنة، من بينها مرض القلب واستسقاء في الرئة، كما حرم خلال فترة احتجازه في السجن من الأدوية. لا تفاصيل أكثر حتى اللحظة بشأن الرسالة التي وصلت لمنزل نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر، والتي تضمنت ظرفا بداخله رصاصة. وقد كتب طاهر منشورا صغيرا موجها إلى من أرسل إليه الرصاصة: قابلت الرسالة الرصاصة يوم الأحد الأول من نوفمبر، أعرف قابيل جيدا، قرأته قبل 70 عقدا، أما اليوم فأنا في خاتمة الفصل الثامن من العمر. أعرف أحفاد قابيل جيداً وأقرأ الرسائل جيداً، حتى لو جاءت على قدمين وقدمت في مظاريف الإعجاب. مثلي لا يبحث عن سلطة أو وظيفة، فات زمنهما. القسم الأكبر من فصول 80 عقداً قضيتها للحصول على مواطنة وأمن وسلام لأبناء قرية اليمن ولأمتنا. رسالتكم لن تثنيني عن توجيه أصابع الاتهام لكل فرق الموت وذئاب الاغتيال، وسأظل أردد مع صلاح عبد الصبور: هذا زمن الحق الضائع، لا يعرف فيه مقتول من قتله ومتى قتله، ورؤوس الناس على جثث الحيوانات، ورؤوس الحيوانات على جثث الناس، فتحسس رأسك. عربات عسكرية ومسلحون وأسلحة متوسطة بحثا عن رجل تجاوز عمره 75 عاما ولم ينسوا أثناء الهجوم واعتقال الرجل إحضار تهمة معهم، فقالوا إنه يحتفظ برقم الهاتف المحمول لأحد جنود الحكومة الشرعية. فما هو السبب الحقيقي؟ نطالع من المشاهد نت. اختطاف رجل مسن من قبل جماعة الحوثي بلحج. اختطف الرجل المسن في مديرية القبيطة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي شمال لحج. وأوضح شهود عيان للمشاهد أن مسلحي جماعة الحوثي قاموا باختطاف عبد الباقي سليمان العجلي 75 عاما من قرية الشعيب بمديرية القبيطة، واقتادوه إلى جهة مجهولة بتهمة التواصل مع قوات الحكومة. أضاف الشهود أن الرجل يعمل في رعي الأغنام منذ زمن، وهي مصدر رزقه الوحيد لتوفير لقمة العيش له، وليس له ميول سياسية. أشاروا إلى أن مسلحي الجماعة مارسوا على الرجل ضغوطا حتى يرحل من مسكنه بهدف تحويله إلى ثكنة عسكرية، كونه يطل على موقع عسكري ومنه يمكن السيطرة النارية على مواقع كرش الخاضعة للقوات الحكومية. وبحسب ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن جماعة الحوثي مارست عمليات تهجير قسري لسكان في مناطق الشعيب والحيدين وغيرها بعزلة اليوسفيين، وأجبرت أكثر من 380 أسرة على النزوح. تردي الخدمات والدمار الذي خلفته الحرب وصل إلى حد الاحتفال بعودة عمل إشارة ضوئية. وفقا لموقع بلقيس، عنوان الموقع: شباب في تعز يعيدون أول إشارة مرورية في المدينة إلى الخدمة. قال الموقع إن مجموعة من الشباب تمكنوا من إعادة أول إشارة مرورية إلى الخدمة وسط المدينة الأكثر دمارا وتهالكا في البنية التحتية ومرافقها الخدمية.
توقفت إشارات المرور عن العمل في مختلف المحافظات ما يستدعي تدخلا رسميا عاجلا لإنقاذها وصيانتها ومعالجة كافة الاختلالات التي خلفتها الحرب. وشهدت البنية التحتية في تعز على وجه الخصوص خرابا واسعا رافقه خروج الكثير من المشاة عن الخدمة وسط إهمال حكومي وغياب للسلطة المحلية في المحافظة. لقد تعرضت جميع إشارات المرور في المدينة للتدمير والنهب، ما أحدث فوضى في حركة المرور ورفع نسبة المخالفين والمخالفات، كما تسبب أيضا في ازدحام شديد واختناقات مرورية فاقمت معاناة المواطنين وأعاقت تنقلاتهم والوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم. مقتطفات من المقال الذي كتبه عزمي بشارة وقد نشر في العربي الجديد تحت عنوان مناقشة حرية التعبير والتسامح والعلمانية في أجواء غوغائية، وجاء في المقال: الرد على الكلام يكون بالكلام وعلى السخرية بالسخرية، حتى لو كان ذلك في المجال العام وليس في صف مدرسي. وقد يترفع بعض الواثقين من أنفسهم حتى عن الرد على الكلام بالكلام، فليس كل كلام يستحق الرد. وكان رأيي دائما أنه حتى الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت للمس بنبي الإسلام في صحيفة دنماركية يوما ما لا تستحق أن تشغل المجتمعات، فالنبي يستحق الدفاع عنه، ولكن الرسام لا يستحق أن تخرج له مظاهرات. وثمة أسباب كثيرة للخروج من أجل التظاهر في العالم الإسلامي غير صور رسمها رسام مجهول لن أذكر اسمه، ولولا هذه المظاهرات لما عرفه أحد ولا سمع عنه أحد غير قراء صحيفته. بمعنى أن من يقوم بفعلة كهذه المس بمقدسات الآخرين لا يستحق الحشود والتظاهر بل إهماله. هكذا يتصرف أبناء حضارة راسخة إذ كانوا واثقين من هويتهم، وليس كلما قرر مهووس استفزاز المسلمين يخرج الآلاف منهم في مظاهرات ويحولونه إلى نجم. ونذكر جيدا حالة القس الأمريكي المهووس الذي هدد بحرق القرآن علنا لن أذكر اسمه أيضا، فاصطفت وسائل الإعلام أمام بيته أياما عديدة في انتظار أن يقوم بفعلته هذه. في المقابل من واجب حكومة الدولة التي يقيم فيها هؤلاء التثقيف ضد هذه الأعمال واستنكارها، مثلما أن واجبها التثقيف ضد العنصرية وإدانتها لا الاكتفاء بالقول إنها حرية تعبير. ليس صحيحا أن الدولة الديمقراطية محايدة في كل ما يتعلق بحرية التعبير حتى لو كان متاحا. ينزف اليمن العشرات من الكوادر الطبية في معركته ضد فيروس كورونا. المعركة في الأساس غير متكافئة، إذ إن المنظومة الصحية والوقائية في اليمن متهالكة، وعنونت صحيفة العربي الجديد: أطباء اليمن، كورونا يقتل المدافعين عن صحة المواطنين. انضم الطبيب اليمني عبد الله الظرافي مؤسس أقسام الجراحة في مستشفى الثورة الحكومي بمدينة تعز، انضم إلى قائمة ضحايا فيروس كورونا في اليمن الذي شهد مئات الوفيات جراء أوبئة مختلفة هجمت على السكان والكوادر الطبية معا. قبل رحيل الظرافي كانت الطبيبة اليمنية عبير الأغبر القائمة بأعمال عميد كلية الطب بجامعة تعز تعجز عن هزيمة الفيروس لتصبح الرقم 105 في قائمة الكوادر الطبية التي حصدها كورونا. منذ تسجيل أولى إصاباته في العاشر من أبريل نيسان الماضي ومن إجمالي 599 وفاة مسجلة في كشوف السلطات الصحية، تعرضت الكوادر الطبية الشحيحة أصلاً لنزيف غير مسبوق جراء الفيروس. وفقاً لمصادر لصحيفة العربي الجديد، فقد خسرت جامعات صنعاء، عدن وتعز، خسرت أكثر من 25 استشارياً ومحاضراً بكليات الطب الحكومية. ووفقاً لنقابة الأطباء اليمنيين، فإن وفاة أكثر من 100 طبيب وعامل صحي جراء كورونا تشكل خسارة لبلد يعاني من نقص في الكوادر الطبية. ويعيد نائب نقيب الأطباء اليمنيين محمد مهيوف في حديث للعربي الجديد، يعيد أسباب ارتفاع عدد الوفيات إلى عدم توفر وسائل الحماية الشخصية، وأيضا إلى تعرض الأطباء والصيادلة والممرضين إلى جرعات عالية من مخاطر الفيروس. إلى أهم حدث عالمي، وهي الانتخابات الأمريكية، حيث يختار الأمريكيون من سيذهب إلى البيت الأبيض. وعنونت صحيفة القدس العربي: ترامب يخطط لإعلان الفوز قبل الفرز النهائي للأصوات، وبايدن يرد: لن تسرق الانتخابات.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إعلان النصر في السباق الرئاسي في ليلة الانتخابات قبل الفرز النهائي لصناديق الاقتراع، رغم أن عدد الأصوات غير المحسوبة قد تؤدي إلى خسارته. وأفاد موقع إكسيوس أن ترامب قال لمن هم في فلكه إنه يعتزم القيام بذلك إذا كانت الأرقام المبكرة في صالحه. وأكد الموقع أن ترامب يناقش الخطة بالتفاصيل مع المقربين منه، ورد المنافس الديمقراطي جو بايدن على هذه التعليقات بأن ترامب لن يتمكن من سرقة الانتخابات. ومن المتوقع أن يكون الفرز المبكر في ولاية بنسلفانيا المحورية مساء الثلاثاء لصالح الرئيس بسبب القوانين التي تمنع فرز الأصوات عبر البريد قبل يوم الانتخابات. ومع ذلك من المتوقع أن يؤدي العد المستمر إلى تضييق الهامش بين ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن وفقا لمعظم استطلاعات الرأي. وقالت كاثي بوكفار مديرة الخارجية في ولاية بنسلفانيا إن العد الكامل قد يستغرق أياما بسبب الحجم الهائل من بطاقات الاقتراع عبر البريد هذا العام. وأفادت تقارير أن فريق ترامب يستعد لرفض جميع بطاقات الاقتراع التي يتم فرزها بالبريد بعد يوم 3 نوفمبر، وصفها الفريق بأنها غير مشروعة. أشارت معظم الاستطلاعات إلى أن التصويت الشخصي في يوم الانتخابات سيكون لصالح ترامب، بينما التصويت عبر البريد لصالح بايدن. الطريق إلى الحرية، تحت هذا العنوان كتب مصطفى البرغوثي ما قاله المنشور في العربي الجديد، وقال في جزء منه: هناك عاملان حاسمان في تقرير مستقبل فلسطين، بقاء الشعب الفلسطيني على أرض وطنه على الرغم من كل التنكيل والتضييق والخنق السياسي والاقتصادي. فهذا الوجود البشري الذي يفوق بقليل الوجود اليهودي الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية هو الفشل الأكبر للحركة الصهيونية، وهو العقبة الكبرى التي تقف أمامها في محاولاتها تهويد كل ما فلسطين. وهو العقبة الكبرى التي تقف أمامها في محاولتها تهويد كل فلسطين. أما العامل الحاسم الثاني فهو جعل هذا الوجود البشري مقاوماً وإفشال مخطط صفقة القرن بجعله وجوداً مستكيناً محبطاً ويائساً من الإيمان بالقدرة على التغيير. قد تنجح إسرائيل في بناء مزيد من المستعمرات الاستيطانية، وربما ينجح الابتزاز والضغوط الأمريكية والإغراءات الإسرائيلية الخادعة في جر أنظمة جديدة إلى التطبيع مع إسرائيل. وما من شك أن القمع والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني سيستمر، وأن عمليات تخريب جهود إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني ستتواصل، لكن ذلك كله لن يحسم الصراع ما دام هناك إصرار شعبي فلسطيني على رفض عبودية الاحتلال وذله والتمييز العنصري. الإصرار وحده لن يغير الواقع ما لم يترجم إلى أفعال ملموسة تخرج الفلسطينيين من نفق المراهنات الخاطئة وتعالج الأزمة السياسية الداخلية بتبني رؤية استراتيجية كفاحية جديدة تؤمن بأن الشعب الفلسطيني هو صانع التغيير الأول. قال عنه الرئيس الإيرلندي مايكل دي هيجنز في وفاته: فقد عالم الصحافة والتحليل الصحفي لشؤون الشرق الأوسط أحد أفضل المعلقين. فمن هو هذا الصحفي الذي يعرف الشرق الأوسط أكثر من صحفيين يعيشون فيه؟ نطالع من موقع البي بي سي. روبرت فيسك، رحيل الصحفي البريطاني المخضرم في شؤون الشرق الأوسط. توفي الصحفي البريطاني المخضرم روبرت فيسك الذي تخصص في تغطية شؤون الشرق الأوسط لأكثر من 4 عقود عن عمر يناهز 74 عاماً. وقد فاز فيسك بالعديد من الجوائز عن تغطيته لشؤون الشرق الأوسط حيث عمل منذ السبعينيات، لكنه أثار الجدل بتغطيته أيضاً بسبب انتقاداته اللاذعة للولايات المتحدة وإسرائيل والسياسة الخارجية للدول الغربية. في عام 2005 وصفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنه ربما يكون أشهر مراسل لشؤون الخارجية في بريطانيا بعد تغطيته الحروب في البلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الصحفي لديه العديد من الكتب، أهمها الحرب العظمى من أجل الحضارة غزو الشرق الأوسط، كما أجرى في التسعينيات 3 مقابلات مع زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن. في أول مقابلة بينهما عام 93 وصف الصحفي بن لادن بأنه رجل خجول ويبدو تماما مثل محارب الجبال في أسطورة المجاهدين. هذا آخر مقال كتبه الصحفي الشهير روبرت فيسك الذي وافته المنية يومنا هذا، وقد نشر المقال في وقت سابق في صحيفة الاندبندنت وكتبه.
جاء فيه. يعيش كل بلد لحظات في تاريخه تترسخ إلى الأبد، وقد لا تكون تلك اللحظات عبارة عن أسوأ الكوارث التي حلت بشعب ذلك البلد، وربما لا تكون ذات السمات السياسية الأبرز، لكنها تكون بمثابة صورة للمأساة التي لا تنتهي لمجتمع ما. تخطر في البال بومبي التي قهر عمل إلهي مفاجئ ثقتها الرومانية وفسادها الإمبراطوري، وكان العمل كارثيا إلى درجة أننا نستطيع بعده وإلى الأبد رؤية دمار مواطنيها وحتى جثثهم. يحتاج الأمر إلى صورة، إلى شيء يستطيع أن يركز انتباهنا في ثانية فقط على الحماقة التي تكمن وراء مصيبة بشرية. ووفر للبنان للتو تلك اللحظة، ليست الأرقام ما يهم في ذلك السياق، ولا تشبه معاناة بيروت الثلاثاء أبداً أحد حمامات الدماء العابرة خلال حربها الأهلية، ولا الوحشية اليومية في الأغلب في سوريا في هذا الصدد. وحتى إذا احتسبت قتلاها الإجمالية من 10 إلى 60 إلى 78 في الليلة السابقة، ومن المرجح أن تصل إلى المئات اليوم، لن تسجل مستوى مرتفعا على مقياس ريختر للحروب، ولم تكن كما يبدو نتيجة حتى لعمل حربي بالمعنى المباشر الذي يقترحه أحد أكثر قادة العالم جنونا. إن مجموعة الصور هي ما سيترسخ في الذاكرة، هي وما نعرف جميعا أن ذلك يمثله. في بلاد بالكاد تتكيف مع جائحة وعيش في ظل نزاعات مستمرة وتواجه خطر المجاعة وتنتظر الانقراض، لن تمحى السحابتان اللتان حامتا فوق بيروت أبداً، اللتان ولدت إحداهما في شكل مقزز السحابة الوحشية الأخرى. فالصور المؤلفة للنار والرعد والكارثة التي ضمتها مجموعات الفيديوهات الملتقطة في بيروت تتماهى مع لوحات العصر الوسيط التي حاولت أن ترصد من خلال الخيال للتكنولوجيا أهوال الوباء والحرب والمجاعة والموت. نعرف جميعا بالطبع الخلفية المهمة جدا التي لا تكتمل من دونها أي معاناة، بلاد مفلسة تمتلكها منذ أجيال عائلات قديمة فاسدة، وبلاد يسحقها جيرانها، وبلاد يستعبد فيها الغني الفقير، وبلاد تحافظ على مجتمعها، الطائفية نفسها التي تدمره. بينما يعيش قسم من الناس حياتهم بشكل شبه طبيعي رغم جائحة كورونا، هناك قسم يعاني من خوف وقلق يصل لحد هروب النوم من أعينهم. كيف ذلك؟ يعنون موقع دي دابوليو: الخوف من عدوى كورونا يسلب النوم من العيون. وبحسب دراسة شملت أكثر من 16 ألف شخص، فإن نحو 13% من المشاركين في الدراسة قالوا بعد فترة وجيزة من حدوث إغلاق كورونا في منتصف آذار مارس الماضي، قال أنهم يعانون من ترد واضح في جودة النوم، فيما قال 7% من المشاركين إنهم يعانون من مخاوف عامة وقلق. أهم الصور كما نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، وفيها توثيق لعدد من الأحداث. الجمل الكثيرة التي تكتب لتوصل فكرة ما قد تختصرها رسمة واحدة، كما هو الحال في رسوم الكاريكاتير. متابع. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى
نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.